وينضم إلينا من العريش حمادة العربي موفد التلفزيون المصري. حمادة، ماذا عن الصورة لديك في العريش والمساعدات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين؟ بعد التحية، يمكن ما زلنا نرصد الأوضاع سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح. هناك عدد كبير من المشاهد التي حدثت اليوم، البداية بدخول العشرات من الشاحنات منذ الصباح الباكر، لكن يمكن المعدل اليوم غير المعدلات في الأيام السابقة للهدنة. يمكن منذ بداية الهدنة وهناك دفع للمئات من الشاحنات تدخل عبر معبر رفح، كنا نتحدث في البداية عن 200 شاحنة يوميا، ثم بعد ذلك السلطات المصرية دفعت بما يقرب من 250 شاحنة. اليوم نتحدث عن تكدس للشاحنات على الجانب الفلسطيني، إضافة أيضا إلى بعض الإجراءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي على معبر العوجة. يمكن هذه الإجراءات قللت من عملية دخول الشاحنات والسيولة التي كانت معهودة خلال الفترة الماضية من دخول للمساعدات، لذلك اليوم حتى هذه اللحظات ما يقرب من 100 أو يزيد من الشاحنات التي دخلت إلى المعبر، وهناك مواصلة للعمل على مدار الساعة. أيضا هناك 6 حالات خرجت من المعبر اليوم، هذه الإصابات تم توجيه بعضها إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد، إضافة أيضا إلى حالة تم نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة الإسماعيلية القريبة من هنا لتلقي العلاج والرعاية الكاملة، وهي حالة خطرة. أيضا يضاف إلى ذلك استقبال لعدد من الطائرات في مطار العريش وحمولات للمساعدات تجاوزت 200 طن، سواء من الأدوية أو المستلزمات الغذائية والطبية أيضا والمعيشية. يمكن ما زلنا نرصد الأوضاع هنا، والتي يمكن حدث فيها العديد من الزيارات الميدانية وكذلك الإقليمية والدولية. اليوم كان لدينا زيارة من رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، يمكن أكد خلال زيارته إلى المعبر توافقه مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر بمنع تهجير الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والوصول لوقف إطلاق النار بشكل جدي، وأيضا عمل ملف من البرلمان العربي يمثل الشعوب والبرلمانات العربية للتوجه به إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفقا لحديثه عن مجمل الانتهاكات التي قاموا بها خلال الأحداث على مدار 50 يوما قبل إطلاق هذه الهدنة. نعم. أيضا هناك زيارة للبرلمان العربي كانت لمستشفى العريش العام، وكان الحديث مع المصابين مؤلما للغاية، حيث الإصابات كانت كبيرة جدا، ومنها إصابات بالحروق وإصابات بكسور متفرقة وبتر أيضا بأطراف من الجسد. كل هذه الزيارات يعني هي دافع للاستمرار في مسألة الدفاع عن الحق الفلسطيني في تواجد شعبه على أرضه ومنع الانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال على مدار الفترات الماضية، إضافة نعم. أيضا وهي المواقف المعهودة المساندة للأشقاء الفلسطينيين، المواقف المصرية. أشكرك جزيل الشكر حمادة العربي موفد التلفزيون المصري.